يتواجدوا في هذا المحفل. فاحنا جايين لنا فرصة انه يعني انا عايز اقول لحضراتكم مثلا قبل كوب شهرين قبل مؤتمر المناخ في جلاسكو كانت اسعار الفنادق بنونية في جلاسكو. احنا عندنا فرصة ضخمة جدا انه شرم الشيخ يتعامل فيها انعاش كامل لكل مواطنيها الحقيقة مش لسنة ولا اثنين لسنوات كتيرة قادمة. فهذه الفرص وان احنا نبص على كل التفاصيل الصغيرة جدا وضع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع المدني المهتم بالبيئة لازم نشوفهم ونبص عليهم وندعمهم ونحاول ان احنا نجيب لهم الكثير جدا من التمويلات اللازمة علشان الدفة كلها تبدأ تتحرك. ملف حقوق يعني حقوق الإنسان من منظور بيئي لازم نبدأ نبصله بهذه النظرة. سياسات كمان دعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية. حقيقة اتحاد صناعات وغيره والكثير جدا من شركاء وزارة الصناعة وزارة الكهرباء الناس لازم تبدأ تتكلم أصلا مع المستثمرين بلغة مختلفة. يعني بنشوف كده عناوين الأخبار فيها الهيدروجين الأخضر وإنه الدولة بتتجه لسياسات إحلال إنه بعد شوية مش هيبقى فيه المفروض العربيات اللي بتمشي بالبنزين ويبقى فيه العربيات اللي بتمشي بالكهرباء. طب أنا وأنا النهاردة بلغي الجمارك على العربيات اللي بتمشي بالكهرباء لازم في نفس الوقت أجري بسرعة جدا إن أنا أوفر القواعد اللي هي محطات اللي هيشحنوا فيها والإنفراستراكتشر المصبوطة اللي تمكن السياسات دي انها تشتغل مع بعضها. ما ينفعش ابقى بعمل حاجة وما بعملش في الناحية الثانية الحاجة المتكاملة ليها. ده محتاج منا كسياسيين وصانعي قرار اننا نمارس دورنا التشريعي زي ما هنشوفه بعد شوية قد ايه تشريعات البيئة فيها مساحة كبيرة للتغيير ودورنا الرقابي والذي اراه في هذا الملف هو الاهم لانه للأسف التشريعات حتى الحالية بقصورها هي لا تطبق والعقوبات على المخالفين فيها يد رخوة بشكل كبير جدا. حقوق الإنسان البيئية في التشريع المصري يعني الحقيقة دستور 71 ما كانش فيه أصلا أي كلام تقريبا عن حقوق الإنسان البيئية ولكن وصولا بدستور 2012 كان عندنا نص دستوري واضح جدا يخص حقوق الإنسان البيئية ولكن الأمر ليس فقط في النصوص. لدينا الآن نصوص جيدة ولدينا قصور في بعض التشريعات ولكن لا الجيد مفعل على الأرض ولا القاصر عندنا خطة واضحة إزاي نقدر أننا نمشي فيه بسرعة. في كمان حاجة مهمة قوي مصر وبرلمان المناخ ودبلوماسية المناخ النهاردة الدول يعني الرأي العام الشعبي عنها باهتمامها بقضايا المناخ أمر مهم جدا جدا كل